السلام عليكم يا أصدقائي، أنا الطالبة جود ياسر السلماني. سأشرح لكم اليوم الصيغة التحليلية، وهي من ثلاثة أرقام أو أربعة أرقام. هيا لنبدأ. أول رقم 523. يجب أول شيء أن نعلم بأن الثلاثة هي آحاد، وبأن الاثنان هي عشرات، وبأن الخمسة هي مئات، والثلاثة تنزل مثل ما هي، والعشرات الاثنان تنزل وما قبلها نعوضه بصفر، والخمسمائة تنزل وما قبلها نعوض بأصفار. والآن نكتب الصيغة التحليلية. الثلاثة تنزل مثل ما هي، والعشرون تنزل، والخمسمائة تنزل، والآن سنشرح الرقم العدد الذي مكون من أربعة أرقام. 6145. الخمسة هي آحاد، والأربعة هي عشرات، الواحد هو مئات، والستة هو آلاف. الآحاد تنزل مثل ما هي، والعشرات تنزل أربعة وما من قبلها صفر، والمئات تنزل وما قبلها صفر أصفار، والستة تنزل وما قبلها أصفار. والآن سنكتب الصيغة التحليلية للعدد. خمسة تنزل مثل ما هي، والأربعون تنزل، والمئة تنزل، والستة آلاف تنزل، وهكذا الصيغة التحليلية ظهرت للعدد 6145. وهكذا يا أصدقائي يمكننا أن نكتب أي صيغة تحليلية للأعداد ثلاثة أو أربعة أو اثنان. شكراً للمتابعة.